مجموعة العمران تفتتح فرعا لها على مستوى جهة درعة فيلالت لتغطي أقاليمها الخمسة وجماعتها الترابية، وذلك بتدشين مقرها بمدينة الرشيدية بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات. وبهذه المناسبة انعقد المجلس الإداري لمجموعة العمران درعة فيلالت برئاسة السيد بدر كانوني رئيس مجلس الإدارة الجماعية للمجموعة، حيث تمت المصادقة على مخطط عمل هذا الفرع الجديد برسم سنة 2020، إلى جانب المصادقة على كل من ميزانية والقانون الإطار لهذا الفرع من المجموعة برسم نفس السنة. كانت مجموعة العمران تشتغل في هذه الجهة من خلال شركات أخرى، ولكن اليوم شركة اللي غتكون مخصصة باش تخدم لهذه المنطقة هو حدث مهم، ولذلك قمنا بهذا المجلس الإداري للدار هنا بالجهة ديال درعة فيلالت في مدينة الرشيدية بحضور الشركاء الأولين ديالنا اللي هما السلطات الجهوية والمحلية. كان بحضور السيد الوالي والسادة العمال ديال هذه الجهة، وهذا تبين كذلك المنهجية لتتبع يعني كل ممثلين ديال الدولة. وسيمكن إنشاء هذا الفرع التابع للمجموعة القابضة العمران التي تسمى العمران درعة فيلالت من الاستجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة كنمط جديد للحكمة الترابية تبنته الدولة لتلبية متطلبات الجهة من خلال تعزيز إمكاناتها ومواردها. وانطلاقا من المهام الموكولة لمجموعة العمران، سيتكفل هذا الفرع على مستوى نفوذه الترابي بتطوير مختلف المشاريع العمومية المنوطة بالمجموعة في مجالات الأنشطة ذات الصلة.